نشكر المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالدار البيضاء على الاستضافة الكريمة على هذه الندوة العلمية المتميزة موضوعها البعد الحقوقي لعمل المفوض القضائي. وكما تعلمون أن المفوض القضائي له أبعاد حقوقية في ممارسة المهنة، حيث هو في صلب منظومة حقوق الإنسان من حيث المساهمة في المحاكمة العادلة وفي توفير وفي المساهمة كذلك في بناء الأمن القضائي من حيث الإجراءات التي يقوم بها في مجال التبليغ والتنفيذ، وكذلك أن المفوض القضائي يساهم بشكل أو بآخر في الدفاع عن حقوق المتقاضين من خلال السهر على حماية حقهم في التبليغ وحقهم في التنفيذ. ونحن كمفوضين قضائيين في هذه المناسبة نتمنى من المشرع أن يأخذ بعين الاعتبار مختلف التوصيات التي صدرت عن مختلف اللقاءات المنظمة من طرف الهيئة الوطنية ومن طرف مجالسها الجهوية، حيث نحن اليوم على أبواب تغيير قانون منظم لها المفوضين القضائيين وكذلك مشروع قانون المسألة المدنية الذي نسعى جميعا من أجل إخراج نص مجود بشكل جيد يستجيب لتطلعات المواطنين أولا وكذلك تطلعات المهنيين ومن خلالهم السيدات والسادة المفوضين القضائيين في التنفيذ وفي التبليغ. لدينا ملاحظات، لدينا اقتراحات سندلي بها في إطار مسار التشريع للمكلف بالتشريع والدفاع عن مصالح المفوضين القضائيين. واليوم نتمنى لهذه الندوة النجاح، نتمنى أن تخرج بتوصيات في مجال التبليغ والتنفيذ، ونؤكد على أن المفوض القضائي له دور ريادي، له دور مهم في حماية حقوق المواطنين، حماية حقوق المواطنين وكذلك تحصين والدفاع من أجل تنفيذ جيد، تنفيذ يبعد الإجراءات من الطعون، وكذلك محاولة أن المفوض القضائي يقوم بالدور ديالو المفروض القيام به. يطيب لنا اليوم أن نحتفي جميعا كمفوضين قضائيين باليوم العالمي للمفوض القضائي، وهي ذكرى عزيزة علينا من خلالها نقوم بالتعريف أكثر بدور المفوض القضائي كفاعل يقوم بمهام جسيمة تتعلق بالتبليغ والتنفيذ، وذلك في ظل النقاش الراهن حول القوانين التي يمكن أن تعدل أمام البرلمان. من هذا المنطلق مجلس مدينة الدار البيضاء كمفوضين قضائيين رئيسا وأعضاء ارتأوا أن ينظموا هذا اليوم للتعريف أكثر وبملاقاة السادة المسؤولين. وفي هذا اللقاء سيكون كلمة للسيد رئيس المحكمة التجارية أستاذ صفوري ومجموعة من الحاضرين يناقشون الحقوق والواجبات المتعلقة بالمفوض القضائي.